شوفي اختي تبعيني مليح، رانا ديني احنا رانا حاطين بروموسيون اوكي. اها شوفي ربع ملايين ونص. نعم انا عمار. كيفاش عم بالك كونفيونس يا اخوتي يا عمال هكاك لا تعيط لي هكاك نتوسوس لك ليك. شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستغل المحتالون المنصات الرقمية لتنظيم رحلات وهمية عشوائية وغير مرخصة. تستهدف هذه العمليات الأفراد الباحثين عن عروض سياحية بأسعار مغرية، مما يؤدي إلى تعرضهم لخسائر مالية وإحباط كبير. تبدأ عمليات النصب عادة من خلال إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، انستغرام وتويتر. يروج المحتالون لعروض سياحية غير واقعية تشمل رحلات بأسعار منخفضة للغاية. يتم تقديم تفاصيل مغرية وجولات سياحية شاملة مما يجذب الضحايا. يستخدم الترويج المكثف من خلال إعلانات ممولة أو حتى توصيات من حسابات مزيفة. يتم تحفيز الضحايا على الحجز بسرعة لتفادي فقدان العرض. الو السلام عليكم خويا. اهلا اختي وشراك صباح الخير. صافا الحمد لله وانتوما؟ الحمد لله. نسقسيك معليش ياك انتوما راكم حاطين بوبليكاسيو على المستغانم حاطين لي بري رخاص. مرحبا بك. يسلمك. تفهمت انا وصاحبتي قلت لها نعيطوا له ونشوفه قولي برك شحال لي بري وقولي ويك تتقلعوا. شوفي اختي تبعيني مليح رانا ديني احنا رانا حاطين بروموسيون اوكي. اها شوفي 4 ملايين ونص كان زوج كالية شاربة بالقهوة تاعك وكل شيء كل حاجة علينا كفاية. اها عندك شوفي عندك واحدة نقول البحر نعطوكم البحر. اها والعشية عندنا لي سواري عطينا لي شفتور ملاح. اها فهمتيني ولي ماري وان شاء الله نويت بإذن الله. ان شاء الله رانا نرجو من فاميلي شوف والاجي ان شاء الله مليح حره انا نروح. ايه صحيت خو ربي يخليك. شوفي اختي شوفي تبيني. اه من الجي مع فاميلي شوف من الجي مع فاميلي شوف والاماره. ايه خلاص ان شاء الله. صح فكره مليحه هذه. ايوه رخيصه ثاني صح كلش ولا غالي تساعدك تي تساعدني بزاف. هذه هي نحوس قبل ما يخلص الصيف والله نحوس شويه. بعد تعمق اكثر في القضيه تبين لنا انه يوجد العديد من ضحايا هذه المنشورات الوهميه المنتشره بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الضحيه رحال التي برمجت رحلة مع أهلها وتواصلت مع أحد أصحاب المنشورات المغرية، حيث أن في بداية الأمر كان التواصل عادي وصولا إلى الدفع المسبق لتأكيد الحجز. وفي اليوم الموالي قامت بالتواصل مع صاحب الصفحة والمنشور وحدث ما لم يكن في الحسبان. الحساب الهاتفي مغلق، الهاتف مغلق، والمنشور محذوف، والصفحة كذلك. أنا شابة من ولاية سوق هراس، ضحية من ضحاية مواقع التواصل الاجتماعي. دخلت إلى صفحة الفيسبوك، لقيت صفحة حاطين يعني عروض جد مغرية بأسعار خيالية. قلت لي ملا، اتصلت بهم كونفيرميت معاهم ولا يعني وفرسيت دراهمي. من بعد من ذاك من غدوة حبيت نتواصل معهم باش نكونفيرمي على كيفية الرحلة، تنظيم الوقت اللي راح نديماريو فيه وكلش.
لقيت تفاجأت، هنا كانت الصدمة، تليفون مغلوق، نعيط ما نحكمش، صفحة الفيسبوك ملغاة تماما، كان كلش وهمي، كان كلش خيالي، ما عندهم حتى دليل، ما عندهم لا أمان ولا أسيرونس ولا حتى حاجة من هاد الشيء. الضحية الثانية شاب أراد أخذ عائلته في رحلة استجمامية لإحدى الولايات الساحلية، فتواصل مع أحد الصفحات وكان الاستقبال أكثر من رائع، والسعر الذي جعله يطمع في هذه الرحلة وكل شيء كان على ما يرام. لكن مع مرور الأيام أصبح التعامل مختلف، وصاحب المنشور لا يرد على المكالمة. هنا الزبون أربكه الشك وتواصل مباشرة مع المصالح الأمنية التي بدورها قامت بكل الإجراءات لإنصافه. ضحية من ضحايا النصب والاحتيال عبر المواقع التواصل الاجتماعي. في البداية كانت حكايتي أني حبيت نهز العائلة وروحوا في فواياج أورغانيزي الولاية بجاية. المرة الأولى كي حكيت معها سر فيسبوك جاني نورمال، يعني كان حط بري خيالي بر ليزوفر الأخرين، يعني كان حط بري مليح، تخفيض تاع 50% بارابور على ليزوفر الأخرين انا غرتني ما نكذبش، يعني شغل اللي غرتني البري هذيك، حبيت اني نستغل الفرصه وندي العائله تاعي ونروح لبجايه. حكيت مع سير ماسنجر، يعني كلش اموري مريق، الهضره معايا بابل فوكال، قال لي امورك مريق، قال لي ابعث لي دراهم يعني في سي سي بي. كي شفتو انا كونفيونس والهضره تاعو تري جونتي، بعثت له انا دراهم في سي سي بي ومنه كلش. من بعد بدات الحكايه تتبدل شاك جور، ما فهمتش انا بدأت الحكاية تتبدل. السيد بدأ يجبد في روحه وعيط له في التليفون مغفول في الواتساب، ما فهمتش أنا وش صرا. يعني بعد كشغل رحت ديكلاريت به عند لابوليس، يعني اتخذوا الإجراءات معه، عرفوه شكون، جبدوهم يعني بار تليفون من واحد الأهل اختصاص كما نقولوا حنا، بارك الله فيهم، رجعت دراهمي وكلش والحمد لله. والأداء من ذلك أنك تروح تورغانيزي مع الجهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنك من بعد كي تصدم بالواقع وكي تلاقي بهم أنك تلقاهم اللي زوف اللي حاطينها ما تلقاهمش نفسهم اللي زوف اللي رحت معه. بار اكزامبل يقول لك حافلة مكيفة ولا جي سبوك، تروح له ثميكة تلقى الحافلة تلقاها كشغل ما مكيفة ما والو، وزادك شغل يقول لك كاين دي فامي ومن هنا واحد الناس محترمه، تروح تلقاها كلها دي جون تاع كيف تاع منا واحد، تولي حتى انت كي تركب تميكا مش مرتاح، تولي حتى كي يوصل البراش ما تقدرش. تقربنا اكثر الى احدى الوكالات السياحيه لنعرف الخدمات التي يقدمونها للزبائن وكذلك شروط تسجيلاتهم وحقوقهم أثناء الرحلة، فتبين أنهم كذلك يعانون من أصحاب هذه المنشورات الغير مرخصة، وأنهم هم من لديهم الصفة القانونية لتنظيم الرحلات سواء كانت سياحة داخلية أو خارجية، وأثبتوا لنا بالوثائق التي تكون مرفقة أثناء الرحلة. المهم أنا هدرت مع خالتي على لانونس هذيك شفتها فيسبوك اللي حيدوا الوهران، وقالت لي ايه روحوا دوك نعيطو نكونفيرمو مع لاجونس، زيدو نكونفيرمو خير. ايه كونفيرمي هاني اسمع دوك نعيطو له. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معايا لاجونس دو فواياج خو. مرحبا بك. حبيت برك نكونفيرمي على لانونس هذيك شفتها فيسبوك تاع وهران، نروحوا عند الوهران. وي خويا ان شاء الله باذن الله. شوف يا عزيز، احنا رانا حابين كيما احنا نقولوا بولي، رانا دايرين ابليكاسيون في فيسبوك. نعم راك معايا. انا عمار ان شاء الله. كاز ان شاء الله رانا ديماريين لو كاز ان شاء الله. يعطيك الصحه. بزاف ديال الاكتيفيتي هذه المره. نعم معايا. انا عمي. يعني انت وحدك مع مراكش؟ انا راني مع ولد خالتي، نجي مع ولد خالتي. نجي
ماشي ما وليت خالتك. انا وليت خالتك. شوف خويا رانا نحسبوا فيها قريب بزاف الشباب رانا دايرين بروموسيون راك معايا. راني معاك. يعطيك الصحة. رانا نحسبوا فيها 5 ملايين للواحد. للواحد نعم. 5 ملايين للواحد. شوف خويا عندنا بزاف لي زاكتيفيتي راك معايا تبع لي. نعم. شوف عندك في البحر برك عندك الكايا كل جيسكي والبيدالي راك معايا. صح. صح هذه الصباح عندنا البحر الجاسكي والبيدالي والكاياك. وما نحسي ان شاء الله عندنا لي سواري. عندنا بزاف لي شونتور اللي راهم معنا معروفين. انا عمه كنايا بون يعني ان شاء الله نجوزوها بزاف بزاف واو كنايا خويا. صح ثاني معك خويا. صح اون بلوس ثانيك كما احنا نقولوا شوف الماكله تاعكم علينا والقهوه تاعكم علينا تاع الصباح والعشاء تاعكم علينا. هادو قاعد داخلين في الخمس ملايين. هادو داخلين في 5 ملايين علينا احنا. علينا احنا شوف القهوه تاعكم والماكله تاعكم علينا. هيا خلاص مرحبا بكم في اي وقت يا اخي. يعطيك الصحه اخو بارك الله فيك. حاجه اخويا انتما اسكوراكم معولين تجو معولين. ايه باين. صح اخويا شوف نقدروا نديروا معاكم عفسه. انتما راكم زوج هكا قلت لي. انا زوج. صح تقدر تفرسي لي في الكونت. لازم تفرسي لي في الكونت باش نقدر كيما حنا نقولوا نفرض لك الباقه معايا اخويا. راني معاك. نفرسي لك سما دوكا شحال سي في بين زوج لك 6 ملايين دوكا. نفرسي لك في الكونت خويا نعطيك كونت سي في خلاص بعث لي كونت ونبعث لك نفرسي لك. يعطيك الصحة اخو. صح اخو. صح اخو. العديد من الزبائن اللي تقدموا على المقر وكالتنا يحكون بلي راهم تعرضوا لحالات نصب واحتيال كبيرة أثناء تسجيلاتهم مثلا في رحلات سياحية. كان في اعتقادهم أنهم راه يسجلوا في وكالة معتمدة وهم جيست راهم ينشطوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص دون سجل تجاري دون اعتماد من الوزارة. لذلك نتمنى من كل شخص انه يلتجأ اثناء التسجيلات سواء رحلة سياحية او تذاكر طيران او اي خدمة من خدمات السفر الى وكالة سياحية معتمدة. كيفاه نعرفوا بلي الوكالة السياحية هذيك معتمدة من طرف الوزارة او لا؟ ندخلوا على صفحة مديرية السياحة لتلك الولاية راح يلقوا القائمة قائمة الوكالات المعتمدة منشورة راح يشوفوا اذا كانت هذيك لاباج أو الاسم اللي طلب منه أنه يسجل عنده أسكو معتمد ولا لا. كذلك يقدر يدخل في الإعلان ديجا يلقى مقر الوكالة والعنوان الوكالة أو لا قادر يقول مثلا التسجيلات تتصل بالرقم كذا حتى أنه في الميثود دو بايمون تكون مجهولة يقول له دير لي الفيرسمون تاعك بارتيسيبي سيتو ولا يقول له أثناء الرحلة يعني يتلقاه في الكار فقط في حين أنه هو يعتمد في رحلته على الترخيص اللي يتمده مديرية النقل للحافلة فقط وهو ما يكونش عنده وثائق. اسمع يا أخو هذا ولو كان كيفاش نديرو اسم الجهه نديرو لا ما قبل جا في راسي ما عاود لنا ما كونفيرما نعيطو له عارف شنو قال عندي لي زونيت نعيطو له نشوفو لا يا هايل الواحد يروح يضرب بحره نعم مخلوق بالك الريزو بالك الريزو ريزو هو ناقش شوية هنا هذا الريزو هو اللي يطول هكذا نورمال عاود هي شو انا مباري روح مع لي زاجونج بصح جامي كي شغل افونسي الدراهم انا كيفاش؟ يا اخو ما لا غير نعيطوا لهشام هدايا كيف احنا مبرسين دراهم هشام عندك من تاعها اخو ما يطلع اصبر راه عيط لي البارح عيط واحد سيد ما وش ريبون دينا في التليفون يا ما على بالناش كاع راح ندير ما
قالوا وي هشام لاباس الحمد لله. اسمع السيد انا نعيطوا له في تليفون دمايلو اللي عطيتوهولنا ما راهوش يريبوندي والله ما راهو يريبوندي مغلوق تليفون قاعد ديجا ماشي ما راهوش يريبوندي تليفون مغلوق كيفاش او يا اخو احنا على ضمانتكم انتوما عيطتونا انا ايه انا مبرسين 3 ملايين على الواحد كيفاش كيفاش عم بالك كونفيونس يا خوتي مالا هكاك لا تعيط لي هكاك نتوسوس لك ليك انت ما كونفيرميتش مع السيد اي غير عيط له دبر راسك انا راني مخلص انا تعبت عليهم هذو ما درام باش جبتهم ما بصح انت اللي عيط لي مش انا اللي عيط لك كيفاش تفاني خلصت حوس هشام عيط له صح بالنسبة للوثائق اللازمة لتنظيم رحلة سياحية أنه يكون صاحب الوكالة أو المرشد المرافق لذلك الوفد مرفوق بالاعتماد الوزاري نسخة من الاعتماد الوزاري وليس الأصلي نسخة من السجل التجاري أمر بمهمة بالنسبة لسائق الحافلة مرفوق بالمعلومات الكافية القائمة الإسمية كاشية ومنضي عليها وكذلك الاسيرونس لازم يكون القائمة كاملة من سوريا مش جوست يدي هذيك الجروب وهو ما يكونش مأمن عليه هذيك حماية للوكالة السياحية من جهة وحماية للزبون من جهة أخرى أكدت مديريات السياحة أن الرحلات المنظمة غير قانونية وأن كل الصلاحيات تعود لوكالات السياحة والأصفار التي تسهر على ضمان راحة وسلامة الزبون كما حرصت دوماً على تذكير أصحاب هذه المنشورات أن ما يقومون به مخالف للقانون وأنهم سيعرضون أنفسهم إلى المتابعة القضائية هذا وتسعى مديرية السياحة إلى توعية المسافرين والسواح بضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب التعامل مع أصحاب المنشورات المجهولة والتوجه بدل ذلك إلى الوكالات السياحية المعتمدة لضمان حقوقهم وتأمين سفرهم انتشار هذه الرحلات العشوائية التي تنظم عبر نشر الإشهارات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية انتحلت صفة وكيل سياحة وأصفار والمواطن ينساق وراء هذه الإشهارات الكاذبة نظرا لانخفاض السعر أيضا حيث أن هذا الوكيل الذي انتحل صفة الوكيل يقوم بالترويج لرحلته بطريقة كاذبة بخفض الثمن حيث أن المواطن ينساق وراء هذا الإشهار نظرا لانخفاض سعر الرحلة باعتباره في ذهنه أن الوكالة السياحية لديها ارتفاع كبير في ثمن الرحلة بالمقارنة مع المنشور الذي نشر عبر صفحة التواصل الاجتماعي وهذا النشاط العشوائي هو نشاط يخالف عليه القانون والوكالة السياحية المعتمدة هي فقط وحدها التي لها صلاحية تنظيم الرحلات السياحية سواء في الداخل والخارج أيضا للأسف أصحاب هذه المنشورات الوهمية ينصعون دائما وراء نسبة المتابعين لصفحتهم يهموهم بأنهم سوف يقومون برحلات سياحية إلى وجهة معينة والمواطن يذهب بعدها يلقى المواطن نفسه أنه غير الوجهة حين مثلا يحب يستصعب الأمر ما يلقاش هذا صاحب هذا المنشور يلقى الهاتف تاعه مغلوق بالرغم أنه دفع له دراهم ويلقى الهاتف مغلوق وما يلقى حتى كيفاه يتصل مع هذا اللي قام بالإشهار في صفحة الفيسبوك
تبقى للمواطن أنه يلجأ للإدارة ويشتكي بهذا صاحب المنشور أو الوكيل الوهمي. وهنا نقول يعني بكل أسف أن الإدارة غير مسؤولة عن هذه، يعني الإدارة ما قالتش المواطن روح تواصل مع صاحب لاباج هدية به تقوم برحلة، وإنما نقول لهم أنا هنا فرصة به نقول لهم الوجه ندائي، ونقول لهم أيها المواطنين أيها المواطنات، الرجاء منكم التقرب من أصحاب الوكالات السياحية المعتمدة، أو إذا كنتم ما تعرفوش الوكالات السياحية المعتمدة تقربوا لمديرية السياحة والصناعة التقليدية، وإحنا نوجهوكم ونرفقوكم يعني، ونقول لكم مثلا إحنا مش إحنا نعملوا الإشهار للوكالات السياحية، إنما نقول لكم أن هذه الوكالة السياحية راهي وكالة معتمدة، لأن نشاط الوكالة السياحية راهو نشاط مقنن، ويعني الوكالة السياحية يعني مش راح تنصب على المواطن، راه يترافق المواطن وراح تكون صادقة، وكاين بنود لازم يديرها لصاحب الوكالة بموجب عقد سفر، كما قلنا سابقا أنها راح تبرم عقد سفر مع الزبون، تحدد فيه كافة الشروط سواء مكان الرحلة، تاريخ الرحلة، سعر الرحلة. تعتبر عمليات النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تنظيم رحلات وهمية من المشكلات الكبيرة التي تؤثر على الكثيرين. باتباع الإجراءات الوقائية والتحقق من مصداقية العروض، يمكن للأفراد حماية أنفسهم من هذه الأنواع من الاحتيال.